من فوزنا ونعظم كل محبيه، الرجل الطيب، الرجل المسالم، والله ما عساني ما يقول، نقول أن لله وأن إليه راجعون. وفقدنا قامة من الثقافة في الجزائر، الله يرحمك يا علي، والله يوسع عليك. وتفكرت عنده بيني كنت نشوف فيها، والله لا حول ولا قوة إلا بالله، بعنوان راح العمر، غناها المرحوم محمد الخامس. ما عساني أن أقول، نقول إن لله وإنا إليه راجعون، والله يرحمك يا علي العبيدي. كل حال نرحم على هذا فقيد، على كل حال زميلنا وأخينا وحبيبنا، وهذا واجب علينا. ونقوله على كل حال بالمناسبة، الله يرحمه، إن لله وإنا إليه راجعون، ولكن كل الناس ضيقة الموت. هذه على كل حال، هذه موت لكل حال. هنا لكل حال الحي ولده ولا كذا كذا، ماذا بنا احنا كفنان كأسرة فنية نقيموا بواجبنا من نحو نحية، إذا كان في حاجة من نواقص ولا حاجة نقيموا بواجبنا. لله ما أعطى ولله ما أخذ، نهزي أنفسنا ونعزي كل الواد وكل الجزائر بفقدان أخونا وحبيبنا وصديقنا ورفيقنا الأستاذ الفنان علي العبيدي. صراع مرير ومرير جدا مع المرض اللي كنا نأمل من الله سبحانه وتعالى أنه يتجاوزه، لكن إرادة الله فوق كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له وأن ينير قبره وأن يجعله من أهل الجنة إن شاء الله. وأعزي كل أسرته، يعني الأسرة الفنية، ونعزي أنفسنا ونعزي كل الواد بفقدانه رحمه الله، واجعله من أهل الجنة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن الله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله نطلب من ربي أن يتغمد بواسع رحمته. فقدت الولاية حقا قطب من أقطاب الفن والإنسانية، ربي يغفر له إن شاء الله، ربي يرحمه. نقول ربي يرحمه الصعب، ولا إن شاء الله ربي يغفر له أستاذ علي، يعني الناس كل مو يعني غير هذا الغاشي والناس اللي راهي حاضرة، هذا يعني يشهد له على أنه يعني الناس إنسان طيب. إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له ويثبت عند السؤال. ونوجه ثاني كامل تعزينا الأسرة تاع الكريمة، على كل كاين اللي لقيناهم هنايا وكاين اللي مازال ما لقيناهمش، نقول إن شاء الله ربي يرحمه وربي إن شاء الله يغفر له وربي يثبت عند السؤال. ونشكركم أسرة الإعلام على هذه الالتفاتة الطيبة إن شاء الله، وربي إن شاء الله يرحم كل الموتى والأحياء.